في لحظة من اللحظات كده تخيلت انه يقلد بس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة اقشعر جسدي، فقلت كيف بالصحابة وهم يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن من فم أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استمعوا. كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول، نتوصل إلى كيف كان بطريقة ما رجح مثلا، ما رجح ما ذكر يعني. نعم، إذا قلنا هذه النغمة اللي الناس تقول عنها، فنقول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.